حيت كنبغيه وكان عزيز عليا وكان كلشي، هادشي هو اللي علاش. اما اقسم لك ما انا مبقى لا حب لا والو، ما بقى والو، كان دير ليا كي كالمليكة. في الاخر هو يصدم واحد الصدمه ما كايناش. بنتي ولدتها وتا شي واحد ما عقل عليا. انا مشيت عند امي راحت لي 50 درهم وقالت لي خرجي الزنقه بنتي، ما عندي ما ندير بك، جيبها لي حراميه في كرشك. واخا هكاك وصبرت ودخلت الجمعيات وولدت وما خليتش ما درت، ولكن انا بغيت ديك العيشه اللي بغيت نعيشها انا، ما بغيتش تعيشها بنتي. نمشي نبقى كل نهار نعطي لحمي باش نجيب بنتي طرف ديال الخبز يقدر يخرج ليا في بنتي، وانا ما بغيتش هذاك الشيء. رمضان ما كاين فيهش الحرام، في غنشد يلا بنتي. بعض المرات اقسم لك يمينا، بعض المرات كتاكل بعض المرات ما كتاكلش. دابا جوج بيضات 3 دراهم شريتهم لها عاد جيت، حيت علاش؟ حيت مسكينه ما واكلاش وطلبت غير الناس دوروا معايا بالجيش. او بغيت نخدم بالحلال، ما بقيتش باغا نعطي لحمه، والله ما بقيتش باغا نعطي لحمه حين تعيش. كنخاف، وليت نخاف، كنخاف شي نهار نموت في شي بلاصه، كيداوني للخلاوات نخاف نموت في شي بلاصه وتعود ديك الدريه هكاك، ما كاينش اللي غادي يهز لا امي لا با لا خوتي لا حتى شي حاجه، ما كاينش. الوالده ديالي كانت كتقرا عنده، كان هو استاذ، ملي كانت كتقرا عنده صافي حملات معاه. كان جدي كان بوليسي، صافي دخلوه البوليس ودخلوه المحكمه وداك الشيء. مني قالوا لي راه الدريه بنتك بغى يخطفني من السبيطار وداك الشيء، بانني ما بقاش يعرف عليا شي حاجه. دابا انا ماشي عنده شي جوج مرات 3 المرات كيقول لي لا انت ماشي بنتي، انا كنعرف دارو كنعرف كل شيء بخير عليه، يعني مخصصو حتى خير. وباش انا كنمشي عنده كيقول لي لا، ما عرفتش واش مالو معايا. انا كنطلب غير حاجه وحده، هي كنطلب التحاليل منه، كنطلب صوب لي اوراقاتي. انا داكشي اللي طرا ليا اللي طرا لامي طرا ليا حتى انايا. انا عندي بنيه دابا عندها 10 سنين، ما كنلقى ما نصرف عليها، ما كنلقى والو. اللي كنمشي عنده كنقلب على خدمه كيقول لي اجي مارسي معايا، وداكشي عادك ساعات خدمي. انا عييت واحد النهار وقعت ليا، واحد السيد قال لي مارسي معايا عادك ساعه نخدمك، ومارسيت معاه وعاد خدمت. انا عييت اخويا، انا ما بغيتش شي واحد يعاونني حيت عييت بزاف. هادشي ولي كنتمنى من عند الله، انا ما بقيتش باغا هادشي، عييت لحمي عيا، بغيت شي دغمه ديال الحلال. هادشي ولي كنتمنى من عند الله، هادشي ولي كنتمنى من عند الله، بغيت دغمه ديال الحلال، ما بقيتش باغا لا حرام لا حتى شي حاجه. بغيت شي واحد يكون معايا يخدمني وعيشني عيشه، انا مستوره، باغا نعيش انا وبنتي مستورين، ما باغا حتى شي حاجه. وانا كنتمنى من عند الله، هادشي ولي كنتمنى من عند الله، يسرني الله. وهادشي ولي كنتمنى من عند الله، حيت هادشي اللي عايشاه انا والله شي بنت الناس ما تعيشو. حيت اي واحد كيقول لك الا ما خداش ما عندي ما كيعطينيش، ما كاينش شي واحد اللي كيرحمني. وانا ما بغيتش نعيش هذيك العيشه اللي عاشتها امي، انا بغا نعيش بنتي احسن عيشه. وانا ما قاريه ما واعيه ما حتى شي حاجه، انا كندير جفاف عند العيالات ولا في القهاوي ولا اي حاجه. انا زوجي كاش خدامه عنده، هذه هي باش انا صافي. كنت خدامه عنده في قهوه، انا كندير الميناج وهو كنسر بي في المحمديه. وصافي جا عندي للدار قال لي ماما، قال لها صافي انا نور راني خاطبه هادي من هنا، كنجي كنمشي عنده كنجلس بالسيمانه بثلاث ايام باش مص كيقول لي جلسي كنجلس معاه. ناري قلت لي راني حامله عندي شهر ونص، قال لي صافي خليها انا غنجي لداركم غنخطبك. صافي بقى عليا من هنا كلشي غادي وكتبان، كلشي غادي وكتبان، كلشي غادي وكتبان. صافي هو يقول لي، قال لي وهانتي جيت عند واحد النهار بتي معاه في المحمديه، قال لي هانتي نوره راه كاين، انا غنمشي نجيب دارنا وغنجي. صافي قلت لي واخا، طفى عليا التليفون، دخلت الجمعيه ديال سامي سوسيال، جيت جامع حسن الثاني الكبير ولدت فيها. هضروا معاه، مني هضروا معاه قال لهم شوفوا راه كاين وكاين هذيك الترابيره ديالي. صافي قالوا لي جي عندنا، ما بغاش بقاو كيتسناو داك السبت ما جاش. صافي انا خرجت جيت الجمعيه ديال مدام الشنا، ملي جيت الجمعيه ديال مدام الشنا بقاو اليوم غدا اليوم غدا انا غادي نصاوب لها الورق غادي ندير لها غنفعل لها. حتى 2018 صافي ما بقيتش كنعرف عليه حتى شي حاجه والو، اليومين هذا ما كنعرف عليه والو. انا ما بغيت ندخلو لحباسات، ما بغيت ندير ليه حتى شي حاجه. انا بغيتو الا كان زعما يعرفني هذاك الشيء يجي يصوب بنتو على الوراق، انا ما بغيتش منه حتى شي حاجه. حيت انا كيما ضعت انا ما بغيتش ديك البنيه تضيع ليا،
ما بغيتش الدعاء، هادشي هو اللي كان. انا اما انا راه هازه راسي وهازه بنتي، ولكن ما عنديش هادشي. علاش بقيت معاه مزيانه؟ حيت كنبغيه وكان عزيز عليا وكان كلشي، هادشي هو اللي علاش. اما اقسم لك ما انا مبقى لا حب لا والو، ما بقى والو. لي اش غنقول لك؟ حين انا كان كيوري ليا العسل، ما كان دير ليا كي الملكه. في الاخر هو يصدم واحد الصدمه ما كايناش. تا وليت نعسافها في السبيطار، وليت روينه، وداخله في الجمعيات، وداخله في شله. يعني انا دابا كنتمنى من الله يعفو عليا من هادشي. انت ولدتها وتا شي واحد معقل عليا. انا مشيت عند امي دحت لي 50 درهم وقالت لي خرجي الزنقه بنتي، ما عندي ما ندير بك، جيبها لي حراميه في كرشك. واخا هكاك وصبرت ودخلت الجمعيات وولدت وما خليتش ما درت. ولكن انا بغيت ديك العيشه اللي بغيت نعيشها. انا ما بغيتش تعيشها بنتي. هاجي ولات رجلي كضرني فيها الاستاتيك دابا، ولو كلشي كيضروني رجلي ولات كضرني وكتعطيني صداع. بغيت عا نخدم، حتى شي واحد ما بغا ما حتى شي لقمه ديال العيش تكون مزيانه يخدمني ويعيشني احسن، نعيش احسن عيشه انا وبنتي. اما باش انا نمشي نبقى كل نهار نعطي لحمي باش نجيب بنتي طرف ديال الخوص يقدر يخرج ليا في بنتي، وانا ما بغيتش هذاك الشيء، ما بغيتوش. انا بغيت غير حاجه وحده اللي شافني الله يرحمني من الوالدين. انا ما بغا والو، انا بغيت ما يعاونوني، يعاونوني بشي حاجه باش ما كان باش ما استطاعهم الله سبحانه وتعالى. انا مابغيتش نعيش بنتي بقى نعيشها بالحرام، حيت انا عييت والله تعيش قسما بالله. وجيني رمضان، رمضان ما كاين فيهش الحرام، في غنشد يلا بنتي. بعض المرات اقسم لك يمينا، بعض المرات كتاكل، بعض المرات ما كتاكلش. كل مره كنمشي كنطلب عندنا الجيران، مره هادي يعطيك خبز، مره وكتعيا يا العمر الدار كتسالني شهر ديالك، راه كتقول لك لا بنتي ماشي مشكل انا نصبر عليك. وكما ما كانتش هي الماكله، من غنجيبها انا لبنتي؟ من غنجيب لها الماكله؟ من غنجيب لها الشراب؟ من غنجيب لها داك الشيء؟ انا بغيت حاجه وحده، المحسنين يعاونوني باي حاجه باش ما سخاهم الله، باش ما كان اعلى ما نهز شويه ونخدم. وكل نهار خاصني نعطي لحمي عاديك الساعه نوكل بنتي وداك الشيء، حيت بزاف، حيت انا عييت لحمي عيا. والخدمه ما بغاوش يخدموني، كيقول لك اي حاجه جي خدمي. وفي اللي كيقول لك يلاه معايا طرات لي جوج مرات، ماشي المره الاولى والمره الثانيه، هذه كطرا ليا. واي واحد كتمشي معاه دابا القهوه كيقول لك يلاه معايا عندك الساعه نجي نخدمك. ما عرفتش شنو غندير، ما عرفتش. وانا راني عييت انا كنت كنفسد، وكنت شحال من حاجه كنديرها. كنبات مع الواحد كيعطيني 200 درهم وكنجيبها الصباح، وكنوكل لبنتي، وكنقول انا كيفاش غندير، كيفاش غندير تي غنوكل بنتي انا الحرام. انا بغيت ربي يتوب عليا، ما بقيتش باغا هادشي كامل، ما بقيتش باغا الحرام، والله ما بقيتش باغا الحرام، وليت باغا الحلال. حيت علاش؟ حيت عندي بنيه وكملت عندي 10 سنين، كتبان ليا انا هذيك الدريه كتبان ليا هي راسي. من هنا لغدا ما عرفتش انا شنو غيوقع ليا مع اي واحد كنت مغادا معاه. خاصني على الفلوس باش نوكل بنتي. هادشي هو اللي كيضرني انا. كنت مغادا مع اي واحد الله يجعله ما يكون كما كان. المهم عانو نجيبو خا 50 درهم نوكلها لبنتي. كيقول لي يلا، كنقول ليه واخا. حيت علاش؟ حيت عندي بنيه خاصني نوكلها، خاصني نشربها، خاصني نكسيها، خاصني ندير المدرسه، خاصني شحال من حاجه. حيت الحلال ما بغانيش، بغيت الحلال اقسم لك يمين راه بغيت الحلال، ولكن ما بغانيش، ما عنديش كيفاش غندير لي الحلال، ما بغانيش. مني اي واحد دابا كنتلاقى معاه كيقول لي يلا، كنقول ليه واخا ماشي مشكل. حيت علاش؟ باش نصرف على بنتي. بنتي هي اللي عندي الاساس فيها كلشي. ما كنعرفش يقدروا يقتلوني، يقدروا شحال من حاجه، ولكن ما عنديش كي غندير ليها. انا والله ما بقيت باغا الحرام، وليت باغا الحلال. حيت المعيشه ولات غاليه بزاف، وكلشي غلا. انا المحسنين الله يرحم لكم الوالدين، الله يفتح لكم باب الخير. الا كانت شي معاونه ولا شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين، ما تنساونيش. حيت علاش؟ حيت انا عيش بهذا، نمشي معاه وهذا نعاود نمشي معاه وهذا نعاود نمشي معاه، لحمي عيا عيا وعييت عييت. وانا ما بقيتش باغا ندخل بنتي الحرام. حيت علاش؟ كنخاف لي يخرج ليا فيها. انا بغيت خدمه تكون سميتو، وبغيتكم المحسنين تعاونوني. جاني رمضان، جاني شحال من حاجه الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي كنتمنى منكم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومنكم تعاونوني، والله يحن عليكم ويفتح لكم باب الخير. الا كنتو كنتو كتسمعوني
وسمعتوني وحسيتوا بيا راكم غتحسوا بيا، راه حيت انا وليا ما عنديش، ما عندي لا راجل لا والو، الكرا تابعني، الموض والمعيشه كلشي، خاصني اي حاجه شي كتاب هو الاخراني، الا ما شريتوش انا ما كيتشراش، وخاصني نوفر لبنتي كلشي حيت كتقرا. ما يمكنش انا خرج اميه وبنتي تي غنخرجها اميه، ما يمكنش، راه لا يعقل غنخرج بنتي اميه، لا يعقل، راه ما يمكنش، واخا نكون بنت الكلاب، علاش انا كنبيع لحمي، كنبيع على قبل ديك البنيه، كتابي لما شريتوش، لما شريتش لها خبز، انايا ما كاينش اللي غيشريها ليها، لما شريتش بيضه، دابا جوج بيضات 3 دراهم، شريتهم ليها عاد جيت، حيت علاش؟ حيت مسكينه ما واكلاش، وطلبت غير الناس دوروا معايا بالجيش. قسما بالله ربي شاهد عليا هادشي، ولي كنقول لكم ورا ربي فوق مني، الا كنت كنكذب عليكم ما تسمحوش ليا المحسنين، ما تسمحوش ليا لدنيا الأخيرة. انا حاجه واحده اللي كنتمناها منكم هي تعاونوني على قبل ديك البنيه، او بغيت نخدم بالحلال، ما بقيتش باغا نعطي لحمه، والله ما بقيتش باغا نعطي لحمه، حين تعيش كنخاف، وليت نخاف، كنخاف شي نهار نموت في شي بلاصه، كيداوني للخلاوات، نخاف نموت في شي بلاصه، وتعود ديك الدريه هكاك، ما كاينش اللي غادي يهز لا امي لا با لا خوتي لا حتى شي حاجه، ما كاينش شو غيهز ليا، ما كاينش اللي غادي يهز. وكنشكركم الله يرحم لكم الوالدين اللي حسيتو بيا، راه ربي فوق مني، وسمحوا لي وشكرا.